أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. مش عارفه اقول لكم ايه، بس انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتم وانبسطتم برمضان بودكاست مع حنان عواد. البلان كانت ان انا اعمل 15 حلقه وان انا احط حلقتين كل اسبوع، لكن في لحظه خدت قرار مش كويس قوي ان انا احطهم كل يوم ورا بعض، وان انا احاول اسجل فيديوهات تانية جديدة للايام اللي انا ما سجلتش فيها. وده خلاني دخلت في الفترة اللي هي النص التاني لرمضان، وحسيت ساعتها ان انا لا، انا مش عايزة افكر في يوتيوب، انا مش عايزة افكر في اي ناس برا، انا مش عايزة افكر في اي حاجة غير ان انا اغتنم الوقت دوه، واعلم ولادي كمان ازاي يغتنموا الوقت دوه معايا. ف يعني خدته، مش عايزة اقول اعتكاف لان انا ما عملتش كل طقوس الاعتكاف واجراءات الاعتكاف، لكن كانت فترة هدوء وفترة راحة، واحنا لازلنا في رمضان. بس انا فكرت، لان انا كنت مقررة ومخططة ان النهاردة يكون ريسيت داي. يعني ايه ريسيت داي؟ يعني يوم لاعادة ضبط الحياة، ودي حاجة انا بعملها من فترة لفترة، وحسيت انها ممكن تفيد ناس كتير قوي قوي منكم. فقررت النهاردة ان انا اخدكم معايا في رحلة الريسيت داي ده. انا اتكلمت معاكم قبل كده، ويمكن شوفوها او هحط اللينك للحلقة دي من كل يوم بداية جديدة، وتكلمت فيها عن طنفدة العيد وازاي ان طنفدة العيد كانت حاجة وحشة قوي بالنسبة لي، وحاجة يعني مزعجة وما كنتش بحبها قوي. فانا بعملش طنفدة العيد بصراحة. السنة دي اضطررت ان انا اغسل سجادة من السجاجيد لما وقع عليها حاجة، وكان صعب خالص ان انا يعني انضفها باي طريقة غير ان انا اخدها وانقعها في البانيو واشتغل فيها زي الطرق العادية بتاعت زمان اللي هي غسل السجاجيد. غير كده ما عملتش اي حاجة خالص، لان عشان انا عندي جدول تنظيف يومي واسبوعي وشهري، ما بحسش لما بتيجي ايام المواسم ان انا محتاجة اعمل تنفيذة العيد وانفض واجيب الستائر واعمل الكلام ده، لان انا بعمله بشكل دوري، فالبيت مش متبهدل بالشكل اللي لازم اعمل فيه وقفة. لكن مع انتهاء مرحلة ودخول مرحلة جديدة، بحب اخد يوم واسميه يوم اعادة ضبط الحياة، ريسيت داي.
عارفين بالظبط زي لما الموبايل بتاعنا يخرف ويبقى فيه مليان خزعبلات وحاجات وبرامج غريبة والكلام ده كله، فيقولك ايه عيد ضبطه لإعدادات المصنع. على فكرة عشان اقول لكم الكلام العربي ده وانا قعدت ادور لان انا عمري ما استخدمت الموبايل بتاعي بأي لغة تانية، ولما كنت امسك الموبايل بتاع بابايا ومامتي كنت بحتاس، ببقى مش فاهمة هم يعني ايه اللي مكتوب. ف كل ما نبقى بننهي مرحلة وبندخل مرحلة، مش لازم تبقى مرحلة كبيرة وعميقة وفظيعة، انا هنا بنهي مرحلة رمضان وعايزة اتنقل لما بعد رمضان. ف كان لازم اعمل ريسيت داي ده، فانا هاخدكم معايا النهاردة واحدة واحدة. انا ابتديت وخدتكم معايا من اول ما صحيت قبل السحور والسحور، ودلوقتي هاخدكم تكملوا معايا باقي اليوم. هيبقى في حاجات مملة، يعني يمكن اغسل المواعين، يمكن اكنس، يمكن اروق، ما اعرفش اللي في يومي هتشوفوه بس وانتوا بتتفرجوا وانتوا بتشوفوا الكلام ده، افتكروا ان النهاردة كان في ميشن كبيرة، في مهمة كبيرة، وهي ان انا اعمل ريسيت لحياتي عشان استعد للحياة ما بعد رمضان. كمان احنا في كندا قاعدين في البيت، مفيش اشغال، بنشتغل من البيت وحياتنا كلها دلوقتي في البيت، مفيش مطاعم، مفيش حاجات، فيمكن يعني يبقى الموضوع ممل شوية، مش عارفة. فتعالوا النهاردة معايا في يوم الريسيت داي ده ونشوف هنعمل ايه سوا. حبيت اكلمكم اكتر شوية على يوم اعادة ضبط الحياة ده. كل يوم بنعمل اعمال روتينية، وكل يوم بنعمل حاجات ونقول هنعمل حاجات، وفجأة نلاقي نفسنا يعني نمط الحياة هيختلف بشكل او باخر. زي دلوقتي مثلا احنا بنخلص في رمضان وهنخش فيما بعد رمضان، الايام مش هتبقى زي بعضها تاني، جدول اليوم اختلف، حياتنا هتختلف. فلو دخلناها بأحمال من المرحلة السابقة كده هندخل المرحلة الجديدة واحنا تقال شايلين. فباخد انا اليوم ده، واحيانا بيبقى الموضوع محتاج اكتر من يوم، بيبقى يمكن محتاج اسبوع او اكتر من 3-4 ايام علشان نعيد حياتنا او نهيئها للمرحلة الجاية. ممكن يكون الريسيت داي ده ما بين الاجازة والدراسة، او ما بين النقل ما بين شغل قديم لشغل جديد، او فجأة كده الواحد صحي وحس ان هو مش مبسوط وحاسس انه عايز ينهي هذه المرحلة ويخش في مرحلة جديدة. مش لازم يكون في حدث كبير، ممكن يكون رغبة من جوانا ان احنا ننتقل لمرحلة تانية. ففي 4 عناصر بعملها، ويمكن شفتوني وانا بخطط لها وهوريكم بالتفصيل دلوقتي. الاولاني reset the house، البيت، اعادة ضبط البيت. لو في حاجة زي الهوت سبوتس انا اتكلمت عليها في فيديو قبل كده، هي المناطق اللي فيها مشكلة في البيت عندنا، دايما بتتكركب على طول، دايما الحاجات بتتلم فيها على طول. مكتبي مثلا من الهوت سبوتس في البيت عندي، لانه دامبنج جراوند، اي ورقة اي حاجة اروح حطها واقول بعدين هبقى ابص فيها، بعدين هبقى ارتبها، بعدين هشوف هعمل فيها ايه.
الدولاب مثلا ممكن يكون برضو من الهوت سبوتس، لان الحاجات بتتحط مش مترتبة مش متظبطة. فمثلا تحت الحوض جبتي من اللي تحت الحوض، ممكن يكون في جبت حاجات كتير وحطيتها بدون ترتيب، فمش عارفة ايه فين، حاجات زي كده. فأول حاجة بعمل ريسات للبيت، بشوف ايه اللي انا محتاجة اعمله في البيت في اقل وقت ممكن عشان يبقى هادي ومظبوط، واقدر يعني اعمله صيانة يومية او دورية. تاني حاجة بعمل ريسات للبرين، لمخي انا، حاجات تخص الشغل، حاجات تخص مشاريع انا بعملها، حاجات تخص حاجات ادارية في حياتنا، كل الحاجات دي بفكر فيها واعمل لها ريسات واشوف ايه اللي لازم يتعمل ويخلص علشان ادخل المرحلة اللي جاية بقى وانا خفيفة مش شايلة ومحملة من المرحلة اللي قبلها. الناحية الثالثة هي الماي تو دو ليست، قائمة المهام والأعباء اللي موجودة عليا. كل يوم ببقى صاحي حاطة حلم كبير ان انا اعمل 10 15 حاجة ما بتخلصش، والحاجات دي بتتأجل لليوم اللي بعده وهكذا. فبيبقى فيه دايما حاجات متأجلة حاجات متأجلة، بشوف ايه الحاجات المتأجلة دي ومدى تأثيرها في حياتي واحاول اخلص منها باسرع ما يمكن في يوم او اسبوع زي ما قلت لكم حسب يعني الاعباء اللي ما اتعملتش. اخر حاجة بقى ببص للديلي روتينز، الروتين اليومي بتاعي في كل مرحلة بيختلف. لما الولاد كانوا صغيرين الروتين اليومي مختلف، لما كبروا شوية الروتين اختلف تاني، لما دلوقتي قعدنا في البيت واحنا في كورانتين في حظر صحي برضو اختلف، في رمضان مختلف عن بعد رمضان. فكل ده لازم هبتدي اظبطه. انا مديه رفلي لنفسي اوقات، يعني مثلا ان انا اريسات الهاوس ساعتين، اريسات مخي ساعة، اريسات ماي تو دو ليست في ساعة، لاني كمان بشوف ايه اللي مخلصش واحاول اخلصه، واراجع ماي روتينز في ربع ساعة. يعني في خلال النهار ان شاء الله اكون عملت ريسات للدنيا، مش هيبقى فيه تغيير كبير على المستوى المرئي، ولكن في تغيير عميق، ان هنخش بقى على مرحلة ما بعد رمضان ومفيش اعباء متأجلة، مفيش حاجات متأجلة، مفيش مناطق في البيت محتاجة شغل جامد قوي، كل الحاجات دي. تعالوا معايا خطوة خطوة أوريكم إزاي أنا بخطط ليوم إعادة ضبط الحياة ده، وبكتبها. بجيب أول حاجة بجيب ورقة وقلم وبحط بلان، بحط خطة مليانة كل التفاصيل. وطبعا هو النهاردة اليوم اللي احنا فيه مايو 20، وأول حاجة إن أنا بأعيد ضبط البيت. لما بنبقى في بيئة مكركبة أو مش نظيفة أو مش مترتبة أو مش متصممة بالشكل اللي يخلي حياتنا تمشي بسلاسة وسهولة، أكيد طبعا هتبقى حياتنا ملخبطة. فلازم أفكر في إيه الحاجات اللي البيت محتاجها دلوقتي عشان أعمل له إعادة ضبط. فانا فكرت ان انا في حاجات كتير عايزه اتخلص منها، حاجات عايزه تروح الشاريتي، حاجات عايزه ارتبها، البيت عايز يتكنس كنسه يعني قويه شويه،
كمان يعني في حتت وأماكن محتاجة إن أنا أنظف منها التراب اللي هي مش بتتنظف كل يوم، في حتت كده يعني مزنوقة شوية فمحتاجة تتظبط، أسطح محتاجة تتظبط. كمان الأرض في أماكن أنا بمسحها كل يوم كل يوم بنظفها، دي اللي بيسموها الهاي ترافيك اللي هي فيها مرور كتير وبنعدي فيها كتير، لكن في حتت يعني محتاجة تتظبط برضو شوية. بعد ما فكرت في إيه البيت محتاجه، دلوقتي بقى تعالوا نروح الخطوة التانية. بعد ما خططت للبيت وايه اللي مفروض يتعمل، بفكر ازاي اعمل اعادة ضبط المخي. اه فعلا، في حاجة اسمها brain dump، يعني كأنك تجيب كل الافكار اللي في مخك وترميها على ورقة، هي فعلا كده ترميها على ورقة، يعني بقعد اكتب الأفكار، المشاعر، الحاجات اللي حصلت الفترة اللي فاتت وكانت بسطاني، والحاجات اللي حصلت وكانت مضايقاني، والخطط اللي عايزة أعملها، والحاجات اللي فشلت إن أنا أعملها، وبعمل ده كله في حاجة اسمها mind map، كأني برسم مخطط للخطوات والحاجات اللي الفترة اللي جاية عايزة أعملها. ويعني انا دايما اقول لكم اكتبوا، حتى اللي مش متعود منكم ان هو يكتب امسكوا ورقة وقلم، احنا خلاص ما عدناش في المدرسة، ما عدناش مطالبين ان احنا نكتب عشان ناخد درجات والكلام ده، لكن احنا محتاجين ان احنا نكتب عشان نصفي مخنا. ومن الحاجات التانية كمان ان انا بشوف ايه الحاجات اللي في حياتي اللي محتاجة اخطط لها، يعني مثلا قناة اليوتيوب الفترة الجاية ايه الخطط بتاعتي وهكذا. دلوقتي بقى بفكر ان انا اعمل ريسات او اعادة ضبط لقائمة المهام، my to do list. الفترة اللي فاتت يعني تقريبا من اول رمضان كل يوم كنت بصحى احط في التو دو ليست بتاعتي حاجات معينة عايزة احطها، او حاجات عايزه اعملها، او حاجات عايزه اقراها، او ناس عايزه اكلمهم، whatever، لكن مش كل يوم بقدر اعمل كل حاجه انا عايزه اعملها، فبتتبقى حاجات وفي حاجات بتتاخد من اليوم ده لليوم اللي بعده. ف بشوف كل التو دو ليست اللي انا كتبتها في الفتره اللي فاتت وايه اللي ما اتعملش وايه المهم، مهم جدا جدا ان انا اقيم اهمية الحاجات دي في الوقت ده، وانا كنت عايزة اعمل الحاجات دي، هل لازالت الحاجات دي مهمة اللي انا عايزة اعملها ولا خلاص يعني ما عادش ليها معنى ان انا اعملها. الحاجة التانية كمان ان انا بفكر في الاهداف اللونج تيرم بتاعتي، الاهداف طويلة المدى اللي هي أهداف في الحياة، ويا ترى الفترة اللي فاتت أنا حتى قد إيه عن تحقيق الأهداف دي، أو كان في حاجات مفروض أعملها عشان أحقق الأهداف دي وما عملتهاش، كل ده برجعه وبديله وقت مش كتير. آخر حاجة بقى إن أنا بعمل إعادة ضبط للديلي روتينز، للروتين اليومي اللي أنا بعمله كل يوم. وانا كلمتكم كتير قوي 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 وقلت لكم ما تخافوش من كلمه روتين، روتين معناه نظام، الصبح بنعمل ايه، على مدار اليوم بنعمل ايه، بالليل بنعمل ايه، قبل ما ننام بنعمل ايه، لما بنجدول يومنا بنعمل الحاجات المهمه، وما بعيش حياتي كده بدون خطه وبدون هدف. فطبعا عشان رمضان كان يعني فترة غير اعتيادية ما بين سحور وصلاة وتراويح وقراية قرآن والكلام ده كله، ف يعني لازم بقى أجهز نفسي لما بعد رمضان، وعشان ما عودش بقى اليوم يطول مني وأدخل في يوم تاني ويمكن تلاتة أو أربعة أو أسبوع، بحدد وقت لكل مرحلة من مراحل إعادة الضبط دي، بقول أنا هشتغل في البيت لمدة ساعتين
انا حمى، انا دينامو، تك 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 تك، وبركز على الحاجات بس اللي انا مخططاها. هشتغل في البرين دامب او في الريسيت لمخي ساعة، وبظبط المنبه وهكذا. هي دي خطة إعادة ضبط الحياة بتاعتي النهاردة. علي حتى أعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبه الله علينا. علينا. والرضا بما قسمته لي. والرضا بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا. اللهم أعطني إيمانا صادقا. ويقينا ليس بعده كفر. ويقينا ليس بعده كفر. ورحمة أنال بها شرف كرامتك. ورحمة أنال بها شرف كرامتك. في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند اللقاء. اللهم إني أسألك الفوز عند اللقاء. والصبر عند القضاء. والصبر عند القضاء. ومنازل الشهداء. ومنازل الشهداء. وعيش السعداء.